وهو الدكتور حسام موافي معكم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا منورنا. الله يرحمك. دكتور بيقدم لكم هديه لراس السنه او للسنه الجديده. تفضل يا دكتور. هي بعض الايات كده لقيتها فعلا تدعو الى التفاؤل والواحد يطمن، لان الناس كلها دلوقتي بقت قلقه جدا، القلق بقى ظاهره عامه جدا. صحيح. الدنيا كمان متوتره. الدنيا تهتز حولنا كان الله في عون الجميع. لا هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، هو ابليس اطرد من الجنه فقال كلمه خطيره جدا، هي اللي انا شايفها. بتقال انه راح اطرد من الجنه، راح قاعد في امريكا. لا اطرد من الجنه. قال كلمه خطيره جدا، ولا تجد اكثرهم شاكرين. دي موجوده في ناس كتير جدا، عنده كل حاجه يا استاذ محمود. عنده الزوجه وعنده البيت وعنده كل حاجة، وتلاقيه متوتر ومش حاسس بالنعمة دي. ربنا معاه. فهو دي ولا تجد أكثرهم شاكرين. والشكر لو الناس تعرف عكسه إيه هتخاف جدا. طبعا. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ده عكس، ده خطر جدا. فلقيت آيات جميلة. هنا الكفر مش مقصود بيه الكفر بالله، لكن الكفر بالنعمة. في آية جميلة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الله الله جميلة الله جدا الله جدا. ولا تدري أسعى. تعرف حضرتك دي اتقالت في مناسبة الطلاق. الست المطلقة ما تخرجش من بيتها. بالأمر. لا نخرجها ولا هي تخرج. تقعد فترة العدة في بيتها. مظبوط. عشان الآية دي. لو جوزها لمسها ردها. صحيح. واكيد في الثلاث اشهر هيحصل طبعا. لا تدري، بص شياكه اللفظ. صحيح. لا تدري لعل الله يحدث ذلك امر. بص الحركه الجميله اللي جايه دي بقى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يعني الكلمه دي اتقالت ايام للرسول عليه الصلاه والسلام، بس ممكن ناخدها لنا سلم. جميعا طبعا طبعا. ان مع العسر يسر. صحيح. جميله جدا. والناس كلكم شاهدين على الحكايه دي. لا تحزن إن الله معنا. الله. يا سلام. يا سلام. يا سلام. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بص اللي جاية بقى هي الجميلة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا دكتور بقول لكم عليها كتير. إنك بأعيننا. بأعيننا. أنت ما تقول لحد أنت في عينيا الاثنين. الله أهل سيدنا محمد كده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بص الشرط والإجابة بعديها دغري. ادعي أنا هستجب. وقال ربي اغفر لي فغفر له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله. إن الله على كل شيء قدير. سبحانه. ما تقلقش من أي حاجة، هو ربنا هيعملها. وهو علي هين. على فكره في ناس بتخاف من ربنا بلا سبب، هو يخاف وكل حاجه، بس انه يزودها في الخوف. بالعكس ربنا يعني رحيم. يعني ليكن الخوف هو خوف محب. الخوف محب. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف. سبحانه وتعالى. إنه عزيز حكيم. يا سلام. شوف القفلة. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الناس اللي هي كده هم كتير جدا، فهنخلي شوية الحلقة الجاية. ده كلام جميل يا سلام، ده كلام مريح جدا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا سلام. يا سلام. بص اللي جاي بقى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام. يا سلام. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله. وبعدين بعديها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكده. بص اللي حلو قوي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سيد الرحمن. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما تشكيش لحد تاني. يوسف. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يا سلام. يا سلام. إنهم يرونه بعيدا أراه ونراه قريبا،
فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فدعا ربه إني مغلوب فانتصر. يا سلام. فضحكت فبشرناها. يا سلام. لأنها بتضحك. طبعا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كذلك ننجي المؤمنين. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني خلي بالك لما نجى نبي يونس قال لك كذلك ننجي المؤمنين، يعني اي مؤمن في ورطه زي كده ربنا ينجيه سبحانه وتعالى. بص حضرتك، لما واحد بقى، انا الحكايه دي حصلت معي، كان مفروض ان انا اخد مركز معين اتاخر شهرين، فكنت متضايق جدا، واتاخر بفعل فاعل يعني، فكنت متضايق جدا. قريت الآية دي ارتحت راحة والله العظيم، والله ارتحت جدا الشهرين دول قضيتهم بالآية دي. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فالناس قعدت تقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يدبر الأمر، فما ظنكم برب العالمين. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ما ودعك ربك وما قلى. ولا تحزن إنا منجوك. جزاكم الله خيرا على اللي سمعتوه ده. الله يكرمك. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله يفتح عليك يا دكتور. الله يخليك. طيب احنا عندنا أسئلة كتير لحضرتك. كل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين. الدكتور بيقول لكم هذه الآيات. كان في واحد كلمني يا أستاذ محمود قال لي أنا بحبك وبموت فيك وأنا ترطب مع حاجة حلوة كويس. قال لي بس أنا خايف عليك تخش جهنم. قلت له خير. يا ساتر يا رب. قال لي اوعى تقول لواحد مسيحي كل سنه وانت طيب يوم 7 يناير. كده هو. قلت له ده اللي هيدخلني جهنم. قال لي ايوه انا بحبك وبموت فيك وخايف من جهنم. قلت له طب انا اسالك سؤال، حضرتك عندك عقل؟ والله سالته باللفظ كده، حضرتك عندك عقل؟ قال لي انا عندي عقل كويس جدا جدا. قلت له الدين اللي سمح لي اتجوزها ولا ما سمحش؟ قال لي سمح. اذا كان سمح بالاعلى مش هيسمح بالادنى؟ صحيح. يعني اذا كان سامح لي اتجوز مسيحيه ما اقولش المسيح كل سنه ويلزمك بانك انت في الاعياد تروح بيها الكنيسه وفي الصلاه توديها الكنيسه. لا قلت له بلاش. احل لكم طعام اهل الكتاب. ده انا مصرح لي اكل اكله. صحيح. وما اقولوش هروح يعزمني يوم 7 حلال، لان لو دخلت بيته هاكل. وما اقولوش كل سنه طيب. يقول لي انت بتعترف بدينه وتشاركه في دينه كده. قلت له لما اقول لواحد مبروك على جوازك شاركته في مراته يا راجل اختشي. لا واحنا نعترف طبعا. طبعا احنا نعترف. لا التعصب وحش جدا. وده هذا هو الاتساع العظيم في الدين الاسلامي، انه ما حدش يقدر يكلمنا. احنا بنعترف بكل الاديان. بنعترف بيها كلها. تمام يا دكتور. لنبدا اذا الحديث عن